روتانا تحتفل بإطلاق ألبوم شذا حسون وجه ثاني. البداية من بيروت التي شهدت هذا الأسبوع حفل مميز في فندق الموفامبيك احتفالا بصدور الألبوم الخليجي العراقي الأول للنجمة شذا حسون بعنوان وجه ثاني. عندك وجه ثاني ما يشبه الأول، تتغير بلحظات وبسرعة تتحول. حضر الحفل حشد من الوجوه الفنية والإعلامية إلى جانب كوادر شركة روتانا على رأسهم رئيس الشركة سالم الهندي. الزميل إلينا خلي كان هناك وعاد بالتقرير التالي. مبروك وجه ثاني. الله يسلمك ومبروك لنا كلنا روتانا وأني وشركتي كمان لايف ستايل ستوديوز، وسعيدة جدا بهذا التعاون. سعيدة أنه باكورتو هذا الألبوم اللي اشتغلت عليه من كل قلبي وندعمت فيه من أكثر من محل، سواء شركة لايف ستايل ستوديوز، سواء من روتانا من خلال دعمها الجميل جدا، من خلال هذا الحفل الرائع اللي قدموا لي، أشكرهم عليه. هي لا شك شذا طبعا فنانة مميزة، وقدرت في فترة بسيطة أن تثبت نفسها على الساحة الغنائية. صراحة في الساحة الخليجية ترى نفتقر الأصوات النسائية، فبالتالي شذا من الأصوات الجميلة بالخليج، وهي طبعا حازت على المركز الأول في ستار أكاديمي، وزائد ان طبعا ما شاء الله اختيارات حلوه كانت لهذا الالبوم، فقلنا نعطيها كل الدعم لتكون ان شاء الله نجمه في مصاف الاولى، واحنا نراهن عليها ان شاء الله. دعم مش بس من الشركه، من نجوم الشركه، الفنانه احلام، استاذ عبد الله رويشد، عبد الرب ادريس، واللقاء الكبير مع الامير بدر بن عبد المحسن. صحيح، انا الحمد لله يعني كلهم كانوا موجودين وكلهم دعموني في هذا الألبوم. فنان فايز سعيد كمان، ما أريد أنسى أحد، بس حقيقة ما قصروا أبدا وأشكرهم. ما ننسى طبعا الفنان الكبير ناصر الصالح اللي هو كان مشرف بعد عن الألبوم، ما أريد أنسى أحد، بس كلهم الحقيقة كانوا موجودين. حسيت أنا إحساسي كله حطيته في هذا الألبوم حقيقة. يعني تمنيتي انه الالبوم يحدث تفجيرات بالساحه الفنيه مثل ما صار تفجيرات هلا قبل شوي اللي انا حيطلع. هو طلع 11 سبتمبر واليوم 26 الحدث اللي قالوا انه حيصير فيه تسونامي، فاحنا سويناه باحتفال جميل ورائع. يعني بشكر عن جد عليه روتانا، احتفال رائع جدا. بلشت تشعري بهالتفجيرات مع الجمهور؟ ايه بلشت اشوف قد ايه الناس مبسوطين بالالبوم من الشغل في الألبوم. ما كنت متوقعة لأنه صار له مدة قصيرة جدا طلع الألبوم، بس بحس أنه دا ياخد صدى ما شاء الله جميل. شاعلها شاعلها ما فيني إلا ما لبي دعوتها، وفرحتها فرحتي، وشادة فنانة بترفع الراس، وإطلاق ألبومها من لبنان هذا دليل قداش بتحب لبنان، وأنا في بيني وبينها مودة خاصة، غير تقديري الكبير لك كفنانة محترمة ولائقة وصوت حلو كثير. يعني أنا بحس شذا من الناس اللي كثير اشتغلوا على حالهم، صوت شذا من الأصوات اللي بتلبي، وصوت مليان وحنون، وبيقدر إذا بدك يصيب. وليه بعد لليوم ما صار تعاون؟ لا نحن عم نحضر، يعني ما لحقنا بهيدا الشريط، بس الشريط الجاي أكيد رح يكون في شيء. شذا صار عندها خط لإلها، وهيدا الشيء كتير صعب يعمله الفنان بهالسرعة هيدي، يكون في خط لشذا. يعني أنا كنت عم سمع أغنية لفنان مثلا يقول لي هيدي خارج شذا، هذا شيء كتير مهم يعني. وهو لون بتخيل بين العراقي إذا بدك والخليجي، العراقي كليا غير الخليجي، في مقامات غير وفي إيقاعات غير، بس فيها الخلطة بصوتها وبالموسيقى تبعها إذا عم تسمع الأغاني كتير جديدة على الدين، وبنفس الوقت قريبة للقلب كتير. يعني في تنوع حلو، عجبني شغل من حيث التوزيع، من حيث الألحان والكلام، عم تنقي شغلة تقنية حلوة كتير. اليوم بهذا الألبوم بتردي على كل اللي راهنوا على نجومية شذا حسون؟ أكيد أكيد، هو بيجاوب وحده. يعني أنا اللي سويت أنه اشتغلت من كل قلبي، ما وقفت، في كتير مستشارين ساعدوني، في كتير ناس عن جد ما بدي أقول وعيدة، شركة لايف ستايلز اللي كانت هون دائما لدعمي في أعمال إنتاجيا،
أستاذ سالم الهندي الإنسان الرائع جدا اللي هو كمان مثل ما بنقول جابني رجعني على الطريق اللازمة، يعني هذا الطريق اللي أنا لازم أكون فيها من البداية. فعن جد بشكره عليها. الجديد اليوم شو عم تحضري بعد شعلها والكليب اللي قدمتي؟ حنصور كليب إن شاء الله حيكون إنتاج لايف ستايلز ستوديوز من الألبوم أغنية علاء الدين، وحيكون كمان كليب من إنتاج روتانا من الألبوم. رح أقول لكم الاسم الأغنية بعد. النجاح اللي حققته هو اللي بدل كيف المسيرة، وهو اللي بيعطيك المعالم إذا المسيرة ثابتة أو لا. لغاية هلأ بتصور خطوات شذا أثبتت إنها عم تمشي صح بالاختيارات، بالطلات الإعلانية، حتى باللي عم بتفكر فيه لبعدين. إلا برافو، لأنه صعب رغم كل شيء وكل شيء متناول يبرز الواحد ويعلم، فبرافو شذا. ألف مبروك لروتانا بشذا، ومبروك لروتانا مبروك لشذا بروتانا. طبعا نجاح متكامل، شذا فنانة مجتهدة بتحب النجاح. طبعا أنا حبيت السدي وكان في أسماء كتير كبيرة. طبعا أنا سعيد إنه شاركت شذا بكل كليباتها، لكن إن شاء الله الإطلالة الجديدة واللوكات الجديدة التصوير الجديد إن شاء الله حيكون بالمغرب، إن شاء الله حيكون يعني شيء جديد وحنقدم لوك جديد. شذا هي من آخر الفنانات يلي بالفعل عم بينجموا على الساحة الفنية، يعني دائما إذا منشوف آخر جيل طلعوا مثل نيارا، ميريام فارس وشذا حسون. هالشي كتير صعب بظل هيدي الظروف بأنه النجم يقدر يثبت حاله. شذا ما في شك بأنه عم تجتهد كتير وبمجهود فرد كتير كبير كرمال تقدر تثبت حالها، وهلأ انضمامها لروتانا هو دليل على أنه بخطة ثابتة عم تشتغل لأنه ضل راسها كفنانة. مبروك كمان تاني سفيرة للسلام. الله يسلمك، سعيدة جدا بهذا نومينيشن بعد اللي ان شاء الله يوم 24 اكتوبر راح يحتفل فيها في دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. مسؤولية كبيرة، واكيد ان شاء الله راح اقول لكم في وقتها شنو كل الاشياء اللي راح اسويها في الفترة القادمة. يا يوم مشعل